ايوه صح. حسيتش ما حسيتش قوي انا الصراحه. بيت كله اهلي ما عدا بابايا هو اللي زملكاوي. هو فعلا كان بيلعب في الزمالك وكده، فلا هو ما اعترضش خالص، بالعكس هو اصلا اللي قدم لنا، يعني هو اللي خلانا اعضاء في النادي الاهلي اصلا، ما حتى ما فكرش يودينا نادي الزمالك خالص، فعنده تصالح مع نفسه يعني ان هو ودينا في الطريق الصح. لا لا خالص، لا يعني مشجعنا عادي، هو عارف يعني اللي فيها. نفس الكلام، لا بابايا زملكاوي، البيت كله بصراحه يعني زملكاويه قوي، مش قوي يعني، هو يعني زملكاويه بس بابي اللي هو عارف مصلحته يعني، مش هيديني مكان اللي هو كده. وطبعا لو انا لعب قدام الزمالك اكيد بيشجعني، مشجع الاهلي. لا حاجات كتير قوي يعني، كتير يعني، حاسه محتاجين يهتموا قوي بالرياضه يعني. هدي مثلا الهاندبول ولاد عرفوا يوصلوا لحاجه كبيره قوي، عشان الاتحاد بتاعهم عامل قوانين للعبه في مصر مخليه الانديه كلها جامده، وفي منافسه قويه جوه مصر كلها. برضو الباسكت في منافسه قويه ما بين الناس، احنا اللعبه الوحيده، مش قصدي حاجة بس الأهلي بنات ولاد دايما اللي هو بقية الأندية بيبدأوا يشوفوا احنا هنتنافس على المركز التاني من غير حتى ما يجربوا أو كده يعني. في ناس كتيرة بتحاول تاخد أول، بس قصدي ما فيش منافسة لتم منتخب قوي يعني. كل ما الدوري يبقى قوي كل ما المنتخب يبقى قوي، احنا الدوري بتاعنا بصراحة يعني مش قوي. فممكن لو بدأنا بقوانين داخلية في الدوري ان هو يبقى قوي المنتخب هيقوى، مع ذلك نعمل بقى نبدأ معسكرات بره ونهتم يعني بالفريق، ساعتها هيلاقي نتيجة يعني. زي ما هم فعلا اهتموا بينا ساعة تصفية ريو. لا ملحق ده كنا نخسره، ما كانش دي المشكلة. ملحق ده كان صعب قوي، كان مستحيل بقى. هي كانت فرصتنا في القارة بتاعتنا لو طلعنا بره، ما كناش يعني احنا بنتمرن مع بعض، هي مع اصلا المنتخب كله اهلي، فاحنا اوريدي في وش بعض كل يوم ومحافظين بعض، بس لما بنيجي نلعب قدام الفرق التانية بيبقى فعلا المواجهات صعبة قوي. هما فعلا يعني في حته تانية خالص عننا. لا في قوانين مختلفه جدا طبعا، اتنين على ملعب والملعب بيكون اصغر، ما ينفعش نلعب صوابع معينه، صوابع ليها تكنيك معين، ليها يعني قوانين مختلفه شويه، بس في الاول هي نفس الفولي يعني. بس الامتع بصراحه الكره الطايره الشاطئيه، بس متعبه جدا يعني، متعبه 100 مره اكتر من الاندورز يعني. بس هو دلوقتي اللي ماسك الاتحاد الافريقي اللي هي بشرة، احنا عارفين ان احنا اقوياء في الكره الطايره الشاطئيه، وكان احنا اكتر مرشح ان احنا نكسب. ما اعرفش حصل ازاي، طلعت ان المدرب بتاع الولاده عنده بوزيتيف كورونا، مع انه تاني بعديها بيومين رجع معانا مصر عادي وطلع نيجاتيف، وطلعتنا بره البطوله كلنا يعني انا بقول عادي دي حاجه مقصوده، عشان احنا عارفين ان احنا اقوياء يعني. هدينا دافع اقوى كاب باريس، لو ما هي معيتش بقى نفس الكلام ده تاني يعني. لا هي حلوه قوي، انا لعبت معاهم قبل كده، بس لعبت معاها في الدوري كان في مره دوري كده. هي حلوه قوي الصراحه، بس متعبه جدا جدا يعني. بالنسبه لنا احنا اصلا، عشان احنا كمان مركزنا في الملعب يعني، البوزيشن بتاعنا في الملعب تقريبا اقل حد بيتعب شويه في السته احنا. لا وبنريح يعني، بنبدل مع بعض في النص، في حد فينا بيريح شويه، فلا بالنسبه للبيتش فبيكون موت الصراحه. لا الاثنين يعني، انا في الاول كنت بشتغل يعني، انا غيرت شغلي، الشغل الاولاني طبعا والدراسه الاثنين كانوا صعبين قوي يعني. دراستي كان صعب عشان جامعتي كانت في التجمع، والنادي برضو نفس الحاجه، وانا ساكنه برضو بعيد، بصراحه الاثنين صعبين يعني. هو مشوار لوحده صعب جدا بالنسبه لي يعني. انا بصراحه شخصيا انا باجي مشوار ساعه ونص، لما بوصل التمرين بكون تعبت جدا يعني، اوريدي تعبت في الطريق وزحمه وكده. بتهيألي لو الموضوع مثلا كان اقرب من كده كنت هاجي التمرين فايقه، بتهيألي ادائي كان هيبقى احسن يعني. ايوه بس الدراسه نفسها مع الرياضه ما اثرتش، عشان الناس تتفرج علينا في لعبه عيالها. لا الدراسه بتقوي الرياضه. بالظبط كده. هو طبعا ممكن يعني يبقى حد مركز في الرياضه اكتر، بس للاسف هنا في مصر عندنا الثقافه شويه اللي هو البنت لما بتتجوز بقى تقعد في البيت وبتاع وكده. فلا يعني انا عن نفسي ارجح ان كله يشتغل عادي وهو بيلعب رياضه يعني، عشان عندنا في مصر لو مش في مصر يعني، في اي حته اللي هو لو عايزه كارير معين او كده، ممكن بعد ما تخلص رياضه تبدا بقى تدور على شغل، هتبدا من الصفر تاني او كده. فاللي هو حد يشتغل من هو صغير احسن. لا عادي، هي حاسه ان نفس مواظبتي في الفولي قبل الجواز هي بعد الجواز يعني. ما نعرفش ممكن نعتذر ولا هنشارك اكيد، بس اللي نعرفه ان هي كده تبقى صعبه قوي، مش هتكون زي قبل كده يعني، هتبقى محتاجه شغل جامد قوي قوي عشان نروحها يعني.
هو يعني كابتن حمدي قايل لنا ان احنا النادي قايل ان احنا هنشارك، بس طبعا برضو ممكن ما يبقاش اكيد لاخر لحظه، بس هي فعلا هتكون صعبه. احنا بقالنا داخلين في 3 سنين بجد بنلعب محلي بس، يعني فالموضوع هيكون صعب. احنا اصلا نسينا الاجواء بتاعه افريقيا، ف يعني ربنا يستر. ما هو لو مدغشقر اعتذرت هتيجي مصر.